يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم. يقوم طلاب الإعلام بجامعة الملك سعود بحملة إعلامية توعوية لمواجهة التعصب الرياضي بعنوان ميولنا ما يفرقنا، وتهدف لنشر الوعي في الوسط الرياضي والحد من التعصب. وقد انطلقت من حملة مبادرة بعنوان المنطقة الخضراء. نتعرف أكثر على رؤية المبادرة ورسالتها. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ طلال الفريد، مدير حملة ميولنا ما تفرقنا. مساء الخير. أهلا، مساء النور، رحب فيك وفي السادة المشاهدين. أستاذ طلال، يمكن المنطقة الخضراء هي مبادرة انطلقت من حملة ميولنا ما يفرقنا، بس بداية المنطقة الخضراء تقصد المستطيل الأخضر حق الكورة؟ لا، هو في إشكال أيضا على المسمى أيضا سياسيا أيضا، ولكن احنا سميناها المنطقة الخضراء، هي منطقة خضراء. احنا أهل السلم، احنا ما عندنا بإذن الله إلا سلم وأمن وأمان. المنطقة الخضراء هي منطقة ترمز ليش؟ لها رموز كثيرة. لون الأخضر يرمز لون الوطن، أيضا يرمز للبيئة الصحية تكون خضراء، أيضا يرمز للأمان. لون أخضر لون آمن، يعني هي منطقة محايدة للجمهور المحايد. منطقة محايدة، عشان كذا كانت الفكرة والمبادرة في هذه الرؤية. أي نعم، الفكرة أنه إيجاد منطقة في منتصف مدرجات الملاعب بين الجمهور الفريقين المتنافسين، يعني تكون منطقة في الوسط. يعني هي تقام في وسط الملعب؟ لا، هي تكون في وسط المدرجات. نعم، هي مشاركة فعلية. احنا جينا بالجديد، التعصب الرياضي مو ندوات ومحاضرات، احنا نبغى شيء يكون فعلي على أرض الميدان، يقدر الجمهور يشوفك ويسوي، يعني يطبق فعليا. كيف التطبيق يعني يكون مثلا عشان نوضح الصورة؟ لما اجي تكون في البداية، في البداية احنا بدنا نسعى لاستحداث منطقة في منتصف مدرجة الملاعب لكل من ينبذ التعصب ويشجع التنافس الشريف، يعني اي جمهور يتقبل ميول الاخر وله متعصب يحضر في المنطقة هذه. نفس البذرة هذه هي بذرة خير، نغرسها في الملعب ان شاء الله باذن الله يسقيها الجمهور نفسه. احنا نطلع منها، يعني نتكلم انه اذا الجمهور نفسه دعم هذه الفكرة راح تنتشر باذن الله، تتسع حتى تكتسح الملعب كامل ان شاء الله باذن الله. عندنا مثال حي اللي هو كاس السوبر في لندن، مباراه الهلال والنصر لعبوا هناك، حضروا جمهورنا، هلال ونصر جلسوا جنب بعض. طبعا هذا يرجع الى رؤيه حملتنا. رؤيه حملتنا هي دخول الجمهور من باب واحد لا من ابواب متفرقه. نعم، بما انها ميولنا ما يفرقنا، احنا ما نبي شيء يفرقنا، نبي الجمهور يجلسون جنب بعض. ولا هو معقول ابدا انه يجي شخص مع صاحبه او مع اخوه. نعم، والكل قديش شاف كانت يعني هذه المباراة تفاعل الجمهور مع بعض، يعني كنا نشوف المشجعين جنب بعض باختلاف أنديتهم اللي كانت موجودة. طيب أستاذ طلال، لو أرجع لك، من هم أهم المشاركين في هذه الحملة وإيش هي البرامج والفعاليات المصاحبة لها؟ المشاركين هم المجتمع السعودي بشكل عام. احنا بنغير ثقافة مجتمع، هو هذا الشيء صعب على أفراد أنهم يغيرون ثقافات المجتمعات بشكل عام، لكن المجتمع نفسه هو قادر على الشيء هذا. إذا استحسنوا الفكرة ورأوا أنها بتغير صورة المدرجات في ملاعبنا، وبتكون بإذن الله المملكة رائدة في كل المجالات، تكون رائدة في المجال الرياضي بإذن الله. يعني لما نستحدث هذه المنطقة ويدخل الجمهور شيئا فشيئا، بعد تزايد الطلب على التذاكر راح بإذن الله تتسع هذه المنطقة الصغيرة اللي احنا نستحدثها بثقافة الجمهور. نعم، الجمهور هو اللي بإذن الله بيساعدنا. عارف أستاذ طلال، لو نجي للواقع، احنا نقول الرياضة هي روح التسامح، لكن يعني هذه الحملة اللي جت ميولنا ما تفرقنا، قد ايش حسيتوا انه فعلا انه المجتمع صار يحتاجها وينبذ العنصرية الرياضية؟ جت يعني تفتكر انها جت في وقتها، ولا بعد ما يعني في تفاقم في الأزمة، في ميول كروي متعصب حاد موجود الحين ساير؟ والله انا احب امسي على الاستاذ عبد الله الضويحي، حضرت له ندوه في التعصب الرياضي والامن الفكري. ذكر انه التعصب الرياضي عندنا هو امتداد للتعصبات، تمام، ولا تحل لا حمله ولا حملتين ولا ثلاثه، وقال انه متطلب تكون في حمله اعلاميه دائمه، لانه الناس زهدوا في مواجهه التعصب. في مقولة هي اللي خلت الإعلاميين
لا يستضيفون الحملات هذه ولا يبرزونها. أشكركم على شجاعتكم أنكم أنتم أبرزتوها وحطيتوها رغم أنها الفقرة الأخيرة، ولكن هي جرأة منكم أنكم أتحتون الفرصة أن نتكلم عن الموضوع التعصب. المقولة هذه التعصب قضية من لا قضية له، خلت الإعلاميين يزهدون ويمكن يكون على استحياء في عرض فقرات ضد التعصب الرياضي، ولكن لو نظرنا لها أنها ظاهرة اجتماعية بغض النظر عن الرياضة، هي مش فقرة رياضية، هي فقرة تحاكي المجتمع، في ظاهرة اجتماعية تفشت في مجتمعنا. يعني المفروض أنه يكون في تكاتف، أيضا يكون في قانون يعني يطبق ضد المتعصبين في الملاعب أو في يعني الأماكن العامة، أنه ما يمارس التعصب مثل ما احنا شايفين من تعنيف أطفال ومشاكل حتى في المدارس للأسف من المعلمين. تشوف مقاطع كمان ما يخفي كمان على المجتمع بعض الفيديوهات اللي انتشرت، يعني أثناء الأب مثلا لما هو يتفرج الفيديو، يعني تعصب حتى صار غير منطقي صراحة، يعني أنه يمتد حتى للأطفال كمان. طيب هل واجهتم أو هل وجدتم الدعم والمساعدة من جهات رسمية وخاصة الجهات المهتمة بالشباب والرياضة؟ بالنسبة للدعم هو لا زال أيضا دعم الاستحياء أيضا بعد، لأنه مثل هذا الموضوع احنا لنا 6 شهور وإحنا على قدم وساق وننفق على الحملة من ميزانيتنا الخاصة، يعني ما نتطرق على الدعم المادي لأنه احنا قادرين نمشيها أكثر من 6 شهور بعد، لكن نتكلم على الدعم الإعلامي أيضا نفوذها في 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 مؤسسة الدولة. يعني أنا أشكر وزير التعليم، زارنا في ملتقى مبادرات فطن سمح لنا بإضافة شعار وزارة التعليم إلى شعار الحملة، هذا شيء دافع قوي لنا إن شاء الله بإذن الله أن نقدر ندخل مدارس وجامعات وننشر الثقافة هذه بإذن الله. نعم أستاذ طلال، يعني في ختام لقائنا لهذا اليوم، آخر رسالة توجهها حتى إحنا يعني الدول الثانية اللي نفت التعصب الرياضي يمكن ما هي أحسن مننا، إيش هي أهم رسالة توجهها؟ أنا بوجه الرسالة بس بأذكر لك شيء بسيط فقط جزئي إذا سمح الوقت. إحنا اجتمعنا مع رعاية الشباب، هذا تكملة الكلام اللي قبل شوي، اجتمعنا مع رعاية الشباب مع الأستاذ رجال السلمي، واجتمعنا بتوصية منه مع الأستاذ ياسر المسحل في رابط الدوري المحترفين. بنعمل فعليا على تطبيق هذه المبادرة بإذن الله على أرض الواقع، تدخل حيز التنفيذ في الموسم المقبل. الكلمة اللي أنا أوجهها للمجتمع السعودي، مجتمع يعني جدا واعي وراقي وتحضر في فترة يعني قصيرة جدا من الزمن، كرة القدم الإنجليزية كانت فيها تعصبات جدا قوية، كان فيها مجازر ومذابح، الآن صاروا جمهور الفريق الخاسر يقف ويصفق لجمهور الفريق الفائز. احنا نبغى ناخذ الشيء الإيجابي من هذا الشيء، نبغى جمهورنا يدعم مبادرة المنطقة الخضراء، يحضر الملاعب بإذن الله وراح تتسع المنطقة. أنا كلي أمل وتفاؤل بإذن الله أنها بتكون مثمرة بإذن الله، عرض الواقع بتكون مثمرة بإذن الله. نعم عمان، في الأول وفي الأخير الرياضة هي عبارة عن رسالة تسامح في الأول وفي الأخير. شكرا لك الأستاذ طلال الفريد مدير حملة ميولنا ما يفرقنا، شكرا لك، حياك الله، يا هلا مرحبا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سيدتي، نشوفكم بكرة وتتمسون على ألف خير.